بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض lessons 5 and 6 في unit 3. هنشرح الدرس الخامس والسادس من الوحدة التالتة من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ولو فاتكوا اي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت ادخلوا على قوائم التشغيل واختاروا قائمة تشغيل سنة رابعة من كتاب بيت باي بيت وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات بالترتيب. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة بعنوان Life Stages of a Sunflower، يعني مراحل نمو زهرة عباد الشمس. أول حاجة هنقرأ الكلمات وبعد كده هنشرح مراحل نمو زهرة عباد الشمس. هنا أول كلمة عندنا جذر root 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 root. بذرة seed seed seed. وبنقسم الكلمات زي ما انتوا شايفين، يعني مثلا seed seed. بنقسم الكلمة لأجزاء على حسب عدد الحروف الموجودة في الكلمة. تربة soil soil soil. نبتة shoot shoot shoot. عباد الشمس sunflower sunflower sunflower. ضوء الشمس sunlight sunlight sunlight. عملية process process process. البردي نبات البردي papyrus papyrus papyrus. دلتا النيل nile delta nile delta nile delta. ورق paper paper paper. سلة basket basket basket. صندل sandals sandals. ممكن نقول عليه sandals sandals نطقين صح. ورق الشجر leaves leaves leaves. نقولهم كمان مرة. مراحل نمو زهرة عباد الشمس life stages of a sunflower. جذر root root root. بذرة seed seed seed. تربة soil soil soil. نبتة shoot shoot shoot. عباد الشمس sunflower sunflower sunflower. ضوء الشمس sunlight sunlight sunlight. عملية process process process. البردي papyrus papyrus papyrus. دلتا النيل nile delta nile delta nile delta. ورا paper paper. سلة basket basket. صندل sandals sandals أو sandals sandals. ورق الشجر leaves leaves. عندنا بعد كده verbs يعني أفعال. يضع put put put. يواجه face face face. ينبت germinate germinate germinate. يبدأ start start start. يلقي أو يرمي drop drop drop. يموت die die die. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده بقول study the following، يعني ادرس التالي أو ادرس الآتي. بقول ندرس في هذا الدرس مراحل نمو زهرة عباد الشمس والكلمات المستخدمة في ترتيب عملية المراحل. يعني مثلا احنا بنيجي نشرح ونقول مراحل نمو اي نبات بنقول اولا التالي بعد ذلك اخيرا. بنشرح كل المراحل اللي بمر بها النبات حتى ينمو ويكبر. طبعا هنا بقول لي اول حاجه بنقول فيرست فيرست. اولا فيرست فيرست فيرست. التالي نيكست نيكست next. كلمات مهمة جدا لازم تحفظوها. بعد ذلك after that after that after that. أخيرا finally finally finally. تاني أولا first first first. التالي next next next. بعد ذلك after that after that. أخيرا finally finally. أول حاجة بقولي أولا نضع
بذور عباد الشمس في التربة. First أولا you plant the sunflower seed in soil. تاني first أولا you plant أنت تزرع the sunflower seed in a soil أو in soil يعني أنت تزرع أو تضع بذور عباد الشمس في التربة. ثانيا تنبت البذور وتبدأ في نمو الجذور تحت التربة. Next the seed germinates and it starts to grow roots under the soil. يبقى بعد ما بنزرع البذرة بعد كده البذرة بتنمو وبتبقى جذور تحت التربة. طيب ايه اللي بعد كده؟ بعد ذلك تنمو النبتة على التربة. بعد كده بقول لي after that the shoot grows above the soil. تاني بعد ذلك تنمو النبتة على التربة. After that the shoot grows above the soil. بعد كده بقى بقول لي بعد 4 أشهر تتفتح زهرة عباد الشمس وتواجه الشمس. After about 4 months يعني بعد 4 شهور the sunflower opens and faces the sun يعني تتفتح وبتواجه الشمس. آخر حاجة بقى بقول لي finally أخيرا the sunflower يعني زهرة عباد الشمس dies تموت and drops its seeds وتسقط بذورها. يبقى أول حاجة بنزرع بذور عباد الشمس في التربة، دي كده أول خطوة في مراحل نمو زهرة عباد الشمس أو مراحل زرع بذور عباد الشمس. أول حاجة بنضع البذور في التربة، بعد كده تنبت البذور وبتبدأ تبقى جذور تحت التربة. بعد كده تنمو النبتة أعلى التربة يعني البذور بيطلع منها ساق وبعد كده بيطلع نبتة أعلى التربة. بقول لي بعد 4 أشهر تتفتح زهرة عباد الشمس. طبعا بعد ما بيبقى في ورق بقى في الساق، الورق ده بيتحول إلى زهور والزهور بتتحول إلى زهرة عباد الشمس. بعد 4 أشهر تتفتح زهرة عباد الشمس وتواجه الشمس. أخيرا تموت زهرة عباد الشمس وتسقط بذورها. بعد كده جايب لي نبات تاني، نبات البردي. بقول لي طبعا انا بقول لي ندرس ايضا معلومات عن اهمية نبات مصري وهو البردي. يعني نبات البردي نبات مصري من ايام اجدادنا الفراعنة. نبات البردي نبات مصري. بقول لي why was papyrus an important plant؟ لماذا كان البردي نبات مهم؟ تاني why was papyrus an important plant؟ يعني ليه نبات البردي كان مهم؟ هنقول because ancient Egyptians، لأن القدماء المصريين used it استخدموه to make paper لكي يصنعوا الورق. طبعا كانوا بيصنعوا ورق البردي من نبات البردي وكانوا بيكتبوا على الورق، كانوا بيسجلوا عليه الحضارة بتاعتهم. يبقى هنقول because ancient Egyptians used it to make paper، لأن القدماء المصريين استخدموه لكي يصنعوا منه ورق البردي. تاني أهمية لنبات البردي they also made sandals and baskets from papyrus. هم أيضا يعني زي هنا بتعود على ancient Egyptians على القدماء المصريين. بقول لي they also هم أيضا made يعني صنعوا منه sandals الصنادل and baskets والسلات from papyrus من نبات البردي. بعد كده تالت أهمية بقول لي papyrus can help to clean water يعني نبات البردي بيساعد في تنظيف المياه، بنظف المياه. تاني سؤال عندنا على نبات البردي بيقول لي where does it live يعني اين يعيش. where does it live يعني اين يعيش، بيعيش فين؟ near the Nile بالقرب من النهر. near the Nile يعني بالقرب من النهر. بعد كده بيقول لي what does the plant need يعني ماذا يحتاج النبات. What does the plant need بيحتاج ايه علشان ينمو ويكبر. هنقول water مياه، air وهواء، soil تربة، and sunlight وضوء الشمس. تاني What does
the plant need ماذا يحتاج النبات water air soil and sunlight يعني بيحتاج لمية وهواء وتربة وضوء الشمس. وبكده يا حبيبي نكون انتهينا من شرح الدرسين الخامس والسادس في الوحدة الثالثة من كتاب بيت باي بيت. إن شاء الله الفيديو اللي بعد ده هنزل فيه حل الأسئلة كلها. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.